شهد الفريق والمع للشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام فعاليات التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل الحارس اليقظ 11 بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وقد اطلع معالي الوزير على إيجاز لجنة الإعداد والسيطرة ومجريات عملية التنفيذ في ضوء الفرضيات الواقعية التي يتضمنها التمرين والإجراءات الأمنية التي تم تطبيقها، حيث أشاد معاليه بكفاءة ضباط وأفراد الجهات المشاركة وقدراتهم في الحفاظ على نفس النسق في الإعداد والتنفيذ وما أبدوه من تكامل في الأداء المتميز لحفظ الأمن والسلامة البحرية، مشيدا باستدامة عقد التمرين بشكل سنوي بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل الميداني. وأشار معاليه إلى أهمية هذه التمارين في الوقوف على مستوى الجاهزية وإدامة وتطوير منظومة عمل قيادة خفر السواحل في إطار تعزيز الأمن والسلامة البحرية لكافة مرتادي البحر، لافتا إلى الاهتمام بالجوانب الإدارية في إعداد التمارين ومواصلة التدريب وصقل القدرات ومراجعة الإجراءات. وأوضح أن هذه التمارين تمثل أفضل الفرص لتهيئة وإعداد كوادر خفر السواحل وفق إجراءات عملياتية واضحة تؤكد على المضي قدما في تعزيز القدرات الاستراتيجية وبناء منظومة متكاملة من الأداء تخطيطا وتنفيذا، منوها إلى ضرورة التعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بتأمين المياه الإقليمية ومواصلة الجهود الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز الأمن والسلامة البحرية في إطار حفظ الأمن والسلم الدوليين وتأمين الممرات الملاحية الدولية. ويهدف التمرين إلى تعزيز إجراءات التدريب والتخطيط والإجراءات اللازمة لحماية جميع المنشآت والمرافق الحيوية والمحافظة على الأمن والسلامة البحرية.